وأن كذلك مستحب الوضوء لذكر الله، مستحب الوضوء لذكر الله، فيجوز للذاكر أن يذكر الله، نعم، سواء كان جنبا أو طاهرا أو مضطجعا أو قاعدا أو قائما أو ماشيا، لعموم قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه، رواه مسلم. إلا أنه يستحب الوضوء، مستحب الوضوء للذاكر. في حديث مهاجر بن قرخود رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبول، فسلم عليه مهاجر بن قرخود، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من وضوئه، ثم رد عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة، رواه أصحاب السنن إلا الترمذي، والحديث صحيح. فهمنا؟ إذن يستحب للذاكر أن يكون متوضئا. من هنا العلماء يقولون هل يجوز للجنب والحائض يعني من قراءة القرآن أم لا؟ فيجوز للجنب والحائض من مس المصحف ومن قراءة القرآن ومن الدخول إلى المسجد، وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله وابن حزم والمزني وبعض العلماء. ومن أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لا نرى إلا الحج، غادي الحج، فلما كنا بصارفة يعني منطقة حيضته حارت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك؟ أنا في السن؟ قلت نعم، قال إن هذا شيء قد كتبه الله على بنت آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيطرة والبخاري، يعني أي شيء تفعل الحاج يعني عمليه، غير ما تطوفيش بالبيت. إذن فلم يمنعها يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها من قراءة من مس المصحف ولا قراءة القرآن ولا دخول إلى المسجد، لأن الحاج يعني يمس المصحف ويقرأ القرآن ويدخل إلى المسجد. إذن يجوز للجنب والحائض من مس المصحف وقراءة القرآن والدخول إلى المسجد. أما قوله تعالى لا يمس إلا المطهرون، المقصود هنا لا يمسه يعني اللوح المحفوظ، المطهرون المقصود بهم الملائكة، فهمنا؟ المقصود بهم الملائكة. إذن هذه فائدة إن شاء الله عز وجل، أعقلها إن شاء الله.